هل الشيعة هي طائفة صوفية أم هي أخف من ذلك؟ ومن أسس هذه الشيعة؟ الشيعة قد يكون فيهم شيء من التصوف وقد لا يكون. الشيعة هم الذين يدعون أنهم يتشيعون لأهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبنيه، ولهم في هذا اصطلاحات ولهم في هذا طرق، وهم ليسوا طائفة واحدة، هم طوائف كثيرة. هم الشيعة طوائف كثيرة، ليسوا طائفة واحدة، بل طوائف متشعبة، منهم الجعفرية ومنهم الزيدية ومنهم، لكن ليسوا على حد سواء، بعضهم أقرب إلى السنة من بعض وبعضهم أبعد عن السنة، فهم طوائف كثيرة، ومنهم الإسماعيلية ومنهم القرامطة ومنهم إلى آخره، وهذا يرجع فيه إلى كتب الفرق، كتب الفرق مثل كتاب المقالات لأبي الحسن الأشعري، مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني، مثل كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي وغير ذلك. من أراد أن يعرف هذه الطوائف يرجع إلى هذه الكتب. نعم.